رئيس مجلس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وتحريك المعدات اللازمة لمواجهة آثار سقوط الأمطار. مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس العربية يرفع وثيقة حول رؤيته لمواجهة التحديات إلى القمة العربية القادمة في الجزائر. روسيا تتحدث عن وقوع إصابات جراء قذائف أطلقت من أوكرانيا على مقاطعة روستوف، وكييف تنفي. السادسة مساء، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المحافظين الوري لمتابعة الموقف ميدانيا على الأرض مع رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى والإسراء بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق لا سيما الطرق السريعة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع عدد من المحافظين والمسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة وخاصة الأمطار والرياح والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها. وخلال الاجتماع وجه مدبولي بوجود مجموعات الطوارئ المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع عند المرافق وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام، فضلا عن انتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة. تشهد العديد من المحافظات حالة من الطقس غير المستقر وانخفاضا في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة وتساقط الأمطار الغزيرة، ورفعت محافظات الجمهورية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وتفعيل غرف العمليات بالمحافظات لمواجهة أي مشكلات، كما تتابع غرف العمليات بمختلف المحافظات حالة الطقس أولا بأول والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين. وتوقفت حركة الصيد بميناء البرول والبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ لعدم استقرار الأحوال الجوية التي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة ما بين متوسطة لغزيرة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطط الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6651 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1270 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة،
بمضبوطات بلغت 6943 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4996 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 45421 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9549 قضية تموينية متنوعة، من بينها 161 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 31027 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 36 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 625190 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9352 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1252 طن و200 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 338404 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 61346 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4355 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 209 سائق منهم، كما تم المرور على 114 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 372 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية كافة الحالات. كما تم فحص 257 مركبة، تبين مخالفة 7 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 644 سيارة و60 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 18879 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 746 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86748 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 72,115,679 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 210 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 119 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة. كما تم ضبط 91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 78540 كتب دراسية وكتب خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 40 قضية بقيمة مالية بلغت 205,877,691 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2438 قضية
بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,143,114,000 جنيه. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,609,766 جنيها. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستسعى من خلال استضافتها للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ كوب 27 على تشجيع كافة الدول على تعزيز إسهاماتها المحددة وطنيا لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، إلى جانب التركيز على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. بلا شك قوة الدفع الذي تم خلقها في جلاسكو في كوب 26 يجب أن يتم الحفاظ عليها، ونحن أدركنا أن هذا تعاون بين الحكومات المختلفة والذي يتأثر بكثير من الصعوبات والتعقيدات الموجودة في النظام الدولي الذي يواجه كثير من الضغوط الآن، وهذا ينعكس دائما على كيف تتعامل الوفود مع المواضيع الدولية. كما نعرف نحن نرأس كوب 27 مؤتمر دول الأطراف القادم، ولذلك نحن سوف نتعاون مع رئاسة كوب 27 بحيث لا يتخلف أحد عن الركب ويشارك جميعا معنا، وندرك المصالح المختلفة والتنوع في التحديات التي نواجهها، ونتمنى أن نتمكن من التعامل مع كل ذلك من خلال توافق من منظور المسؤوليات المشتركة بيننا. نحن سوف نستمر في دفع الطموح للوفاء ب 1.5 درجة مئوية تقليل في ارتفاع درجات حرارة العالم، ويجب علينا أن نبني الثقة كذلك. كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كافة الدول، موضحا أن تغير المناخ يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة. وفي هذا الإطار شدد شكري على أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقصورة على الحكومات، بل تشمل أيضا المجتمع المدني بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ. ونحن نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من كوفيد 19 وتأثيرها العالمي وإدراكنا أن هذه التحديات العالمية يمكن التعامل معها في كل دولة على حدة أو بمعزل عن المصالح الوطنية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع. نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس وعرفنا أن التعاون بين الدول هو السبيل الوحيد قدما للتعامل مع هذه التحديات، فكلنا سوف نتأثر سلبا ولدينا مسؤولية تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع هذه للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ.
هذا وأكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تمكين الشباب والمجتمع المدني من الاطلاع بدور فعال في الجهود الدولية لتغير المناخ، وهو ما تعمل معه على تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المناخ، وذلك في إطار التحضير لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر كوب 27. الشباب بالطبع يجب أن نشركهم، فالشباب هو من سيرث هذا الكوكب، لذلك نريد أن نقدم لهم مناخ مستدام، وإلا سوف يتعاملوا مع تبعات لا ندركها نحن الآن بالطبع. لذلك لكل هذه الأسباب نحن نتطلع لاستضافة منتدى الشباب قبل كوب 27 لكي نحافظ على هذا الزخم وهذا الضغط على المفاوضين. اجتمع وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن في مدينة ميونخ لمواصلة التنسيق والتشاور بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين. وأكد وزراء الخارجية في بيان إن دعم جميع الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يحقق الحقوق المشروعة لجميع الأطراف على أساس حل الدولتين وفقا للقانون الدولي. كما شدد وزراء خارجية الدول الأربع على ضرورة الامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم، بالإضافة إلى مواصلة العمل مع جميع الأطراف لتحقيق سلام عادل ودائم بهدف ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري سيزور القاهرة يومي الأحد والاثنين للاجتماع مع عدد من المسؤولين للحث على استمرار وزيادة الطموح المناخي. وذكر بيان الخارجية الأمريكية أن كيري سيطلق مع وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا افتتاحيا لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمي كوب 27. ومن المقرر أن يلقي كيري خطابا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حول مستقبل العمل المناخي الدولي. أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الوثيقة التي أعدها البرلمان بعنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن، ورفعها للقادة العرب في القمة العربية القادمة بالجزائر. تتضمن الوثيقة كل القضايا والأمور التي تتعلق بالمشهد العربي، على رأسها القضية الفلسطينية والأزمات اليمنية والليبية والسودانية والصومالية واللبنانية، وكذلك مواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والأمن النووي في المنطقة والأمن المائي والمناخي العربي.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير وتطورات متلاحقة تفرض علينا أن نكون على قدر مسؤولياتنا. وخلال كلمتها في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة، أوضح جبالي أن تفشي الإرهاب يحمل تداعيات خطيرة، مشددا على ضرورة تكامل الجهود وتنسيقها لصياغة رؤية عربية لمواجهة الإرهاب. يفرض علينا تفشي الإرهاب والذي يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي أن تتكامل جهودنا العربية وتتحد لمكافحة تلك الظاهرة البغيضة التي أطلت بوجهها القبيح على شعوبنا ومجتمعاتنا العربية. الأمر الذي يستلزم منا نحن البرلمانيين ضرورة تنسيق جهودنا البرلمانية العربية من أجل صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب، قوامها معالجة الظروف والأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشاره، بالإضافة لبناء قدرات دولنا العربية في منع ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، فضلا عن التصدي بفاعلية لخطاب الكراهية والحشد والتحريض الذي تتبعه الكيانات والتنظيمات الإرهابية لتجنيد عناصر جديدة للانضمام لتلك التنظيمات الظلامية. أكد وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الدول العربية نجحت في القضاء على الإرهاب والتطرف. جاء ذلك خلال كلمة وكيل مجلس الشيوخ بالمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، مشيرا إلى الدور الرائد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في المنظومة القانونية العربية وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الإرهاب. لقد نجحت دولنا في وأد شأفة الإرهاب والتطرف الذي لم ولن يجد في أراضينا الطيبة وبين شعوبنا السمحة ملاذا بفضل الأدوار المنوطة بالجهات المعنية بدولنا وفق الدور النموذجي الذي اطلعت به مجالسنا وبرلماتنا في سن القوانين والتشريعات لمناهضة تلك الجرائم النكراء، وكذا الدور الرائد لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي في المنظومة القانونية العربية وفي مقدمتها اتفاقية مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد وغيرها من الاتفاقات ذات الشأن. هذا وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على تعليق الجامعة أهمية كبيرة على البرلمان العربي باعتباره تجسيدا لركن جوهري في منظومة العمل العربي المشترك. وأشار أبو الغيط إلى عدم ارتكاز دور هذه المنظومة على التنسيق والتشاور السياسي فحسب. تعلق جامعة الدول العربية على البرلمان العربي أهمية كبيرة باعتباره تجسيدا لركن جوهري في منظومة العمل العربي المشترك. إن هذه المنظومة كما تعلمون لا ترتكز على التنسيق السياسي وحده، ولا تتناول الموضوعات الدبلوماسية والسياسية دون غيرها، بل هي إطار شامل لعدد متشعب من الروابط والعلاقات التي تجمع الدول العربية والشعوب والمجتمعات العربية على أكثر من صعيد. حصل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021. وخلال الجلسة الختامية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، سلم رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021 لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة كأكبر مدينة ذكية بالشرق الأوسط.
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات قوات الحوثي بحق اليمن وشعبه. تناول اللقاء أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات قوات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 7 إرهابيين في عملية بحث وتمشيط عسكرية بشمال شرقي البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه العملية العسكرية أسفرت عن ضبط 6 بنادق من نوع كلاشنيكوف بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال. وأضاف البيان أن هذه العملية تؤكد على مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد. أعلن التلفزيون الصومالي أن 13 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار في بلدة بلدوين بوسط البلاد، فيما أصيب 18 آخرون في الهجوم. من جانبهم قال شهود أن انتحاريا فجر نفسه في مطعم يوجد به عدد كبير من المسؤولين والساسة المحليين. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وذلك بعد أن شنت هجومين خلال الأسبوعين الماضيين ضد مسؤولين حكوميين ومدنيين. اتهمت روسيا أوكرانيا بإطلاق قذائف على مقاطعة روستوف معلنة وقوع إصابات جراء تلك القذائف. يأتي هذا في حين أطلقت لجنة التحقيقات الروسية تحقيقا جنائيا على خلفية تعرض منطقة في مقاطعة روستوف جنوبي البلاد للقصف من أراضي أوكرانيا بعد التصعيد العسكري الحاد في منطقة دونباس. في المقابل نفت الحكومة الأوكرانية رواية روسيا بقصف مناطق في مقاطعة روستوف، كما دعت كييف لتحقيق دولي فيما أسمته بمزاعم موسكو بوقوع قذائف من أوكرانيا على روستوف الروسية. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لا تسعى للحرب وإنما تسعى للسلام، في حين ترغب روسيا في الحرب والاعتداء على سيادة أوكرانيا. وخلال كلماته أمام مؤتمر ميونخ للأمن طلب زيلينسكي بجدول زمني بشأن الانضمام للناتو، معربا عن استيائه من عدم انضمام كييف إلى الناتو حتى الآن. وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة العمل على تجنب حرب عالمية ثالثة، قائلا إن العالم يواجه حاليا تهديدات جديدة تستلزم حلولا جديدة. كما طلب زيلينسكي بمعدات دفاعية لصد أي عدوان على بلاده، مؤكدا أن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا. وفي كلمة له ضمن مؤتمر ميونخ للأمن، شدد جونسون على أنه من غير الممكن السماح بما وصفها بالتجاوزات الروسية وتغيير حدود أوروبا وباستخدام إمدادات النفط والغاز ورقة للابتزاز بحسب وصفه. وأشار جونسون إلى أن الإجراءات الروسية تشكل مصدر قلق مشروع للجانب الأوكراني، مؤكدا أن الحشود الروسية لن تخيف ولن تثني حلف شمال الأطلنطي عن الرد في حال الهجوم على أوكرانيا. نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الكريملين تأكيده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتحدثان هاتفيا الأحد وسط تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا. وشددت الرئاسة الفرنسية على ضرورة تجنب الأسوأ، مشيرة إلى إمكانية إثناء الرئيس الروسي عن المضي قدما نحو الهجوم على أوكرانيا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أستن خلال زيارة إلى ليتوانيا أن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا بدأت في الانتشار والاستعداد للهجوم. وأضاف أستن أن القوات الروسية تنتشر في مواقع عدة، موضحا أن جنود الروس يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم. ويأتي ذلك فيما بحث أستن مع الرئيس الليتواني سبل تعزيز الأمن في أوروبا.
ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية. وأعلن الكريملين أن روسيا أصابت أهدافا بحرية وبرية بصواريخ باليستية وصواريخ كروز في إطار تدريبات نووية استراتيجية يشرف عليها بوتين ورئيس بيلاروسيا. وفي بيان له أفاد الكريملين بأن التدريبات السنوية شهدت إطلاق الصواريخ الأسرع من الصوت. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. وزير الصحة النمساوي يؤكد توقيع العقوبات على مخالفي قانون التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا منتصف مارس. أكد وزير الصحة النمساوي فولفغانغ موكشتاين التزام الحكومة بتطبيق التطعيم الإجباري ضد وباء كورونا وتوقيع العقوبات على المخالفين اعتبارا من منتصف مارس المقبل. وقال موكشتاين إن التخفيف الواسع على قيود كورونا لن يكون ممكنا إلا اعتبارا من إبريل المقبل، لافتا إلى أنه ما تزال القيود في العاصمة فيينا أكثر صرامة، وما زال الأشخاص غير المطعمين ممنوعين من ارتياد المطاعم وأماكن الترفيه. احتشد متظاهرون عند مبنى البرلمان النيوزيلندي في ويلينغتون للتظاهر ضد إلزامية تطعيمات كورونا. وخيم المواطنون حول ساحات البرلمان وأغلقت السيارات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية الشوارع المحيطة به. وكانت نيوزيلندا قد ألزمت موظفين معنيين بالتطعيم ضد كورونا، ومنهم المعلمون والأطباء والممرضات وأفراد الشرطة والجيش. يتواصل إضراب سائق الشاحنات في كندا للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. في تلك الأثناء تواصل الشرطة الكندية محاولتها لإخلاء شوارع العاصمة أوتاوا من المحتجين وإعادة فتحها بالتزامن مع إعداد مجلس العموم الكندي مذكرة تتعلق بتفعيل قانون الطوارئ. الشرطة الكندية باشرت عملية واسعة النطاق لإخلاء شوارع وسط أوتاوا من المحتجين المعارضين لتدابير مكافحة كورونا الذين يصيبون وسط العاصمة الفيدرالية بالشلل. فالعاصمة الكندية أوتاوا عمتها حالة من الفوضى مع انقضاء الأسبوع الثالث من إضراب سائقي الشاحنات احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة كورونا. مجلس العموم الكندي أغلق أبوابه استثنائيا لأسباب أمنية في ظل التمهيد لعملية إعادة فتح شوارع وسط المدينة، وهذه أول مرة يتم فيها تعليق أعمال المجلس منذ بدء الحركة الاحتجاجية والتي انطلقت نهاية يناير الماضي. مجلس العموم الكندي من المقرر له بعد استئناف جلساته أن يصوت على مذكرة متعلقة بتفعيل قانون إجراءات الطوارئ والذي طلب رئيس الوزراء جاستن ترودو الاثنين الماضي تفعيله، وتعد هذه ثاني مرة فقط في تاريخ كندا يتم تفعيل قانون إجراءات الطوارئ في زمن السلم. رئيس الوزراء الكندي كان قد استبعد الحاجة لاستخدام قوات الجيش للسيطرة على الوضع الفوضوي والاحتجاجات بالعاصمة أوتاوا، مؤكداً أن تفعيل الطوارئ بيد قوات الشرطة مع دعمها من الولايات الفيدرالية كاف لاجتياز الأزمة.
لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم في بريطانيا جراء العاصفة يونس التي اجتاحت شمال أوروبا. وقالت خدمة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة إن العاصفة التي تم قياسها مؤقتا عند 196 كيلومتر في الساعة يعتقد أنها الأقوى على الإطلاق في إنجلترا. وقالت فرقة الإطفاء بلندن إنها أجرت 3 أضعاف عدد المكالمات المعتادة خلال العاصفة، مشيرة إلى أن تأثيرها قد يمتد إلى الأيام القادمة. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تدهور الوضع الغذائي في منطقة الساحل الأفريقي وعدم قدرتها على مساعدة أكثر من 10.5 مليون شخص يعانون من الجوع. وأفادت تقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بارتفاع عدد الأشخاص الذين هم على شفير المجاعة إلى نحو 10 أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية. في وقت يشهد العالم ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من تدهور الوضع الغذائي في منطقة الساحل بالقارة الأفريقية، قائلة إنها تفتقر إلى ما يقارب 500 مليون دولار لمساعدة أكثر من 10.5 مليون شخص يعانون الجوع. وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد زاد عدد الأشخاص الذين هم على شفير المجاعة في منطقة الساحل شبه القاحلة نحو 10 أضعاف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومن بينهم 1.1 مليون شخص في مرحلة طوارئ حرجة في 5 بلدان بالمنطقة هي بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر. الوكالة الأممية وعلى لسان تومسون فيري وهو أحد المتحدثين باسمها أوضحت أنها بحاجة إلى 470 مليون دولار لمواصلة عملياتها لتقديم المساعدات الغذائية هناك خلال الأشهر الستة المقبلة. وأشار فيري إلى أن المنطقة تواجه أزمة غذاء متنامية ومعقدة وأشد من سابقاتها في ظل الآثار المشتركة للنزاعات وجائحة كورونا والأخطار المناخية وارتفاع الأسعار، بما يحرم الملايين من الوجبات الأساسية، لافتاً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 30% وموجات الجفاف غير المسبوقة بالمنطقة منذ عام 2011. نظمت مديرية الصحة بمحافظة دمياط قافلة طبية في قرية كفر العرب بمركز فرسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيرا إلى تطعيم كبار السن بلقاحات فيروس كورونا. قرية كفر العرب مش أول مرة نجيها، وبناء عليه بدأنا نعد ليها من فترة، بداية من الإعداد الهارد اللي هو تجهيز العيادات وتجهيز المستلزمات وتجهيز الأدوية، والإعداد اللي هو السوفت اللي هو عبارة عن إن احنا بنجيب الداتا المتوفرة عندنا بمركز المعلومات من القافلة اللي فاتت، بنحدد الاحتياجات الصحية للمنطقة سواء كان اللي هو العيادات المطلوبة بكثافة والتخصصات اللي احنا محتاجينها، لجم كمان التحاليل والأدوية اللي بتغطي التخصصات دي. النهاردة احنا موجودين في قرية كف العرب مركز فرسكور محافظة دمياط، معانا في القافلة 12 عيادة تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرة. القوافل الطبية بتوصل بالخدمة الطبية لأماكن تواجد المواطنين في القرى الأكثر احتياجا للخدمة الصحية. فاحنا تواجدنا النهاردة في قرية كف العرب بنخدم المواطنين بجهاز أشعة إكس راي متنقل للعلاج للكشف على الصدر والعظام، ومعانا كمان جهاز معمل تحليل متكامل فيه أكثر من 40 تحليل بيخدم التخصصات الموجودة في القافلة. معانا كمان صيدلية متكاملة فيها أغلب أنواع الأدوية اللي بيحتاجها الأطباء اللي موجودين في العيادات. إحنا عندنا المعمل فيه 40 تحليل معملي، وظائف كبد، وظائف كلى، دهون، فيروسات كبدية، في جرثومة معدة، وده وجرثومة المعدة من التحاليل الأكتر اللي بتفيدنا على نعرف نسبة انتشارها خصوصا في المناطق الأرياف اللي إحنا بنروحها. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة القافلة الطبية، مبادرة كويسة موجود فيها جميع التخصصات والعلاج وكل حاجة، تنظيم كويس وناس بتسأل على الناس كلها، علاج وكل حاجة موجودة، ويا ريت تتكرر كده على طول.
أكد محافظ أسيوط عصام سعد على متابعته الدورية المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة. وأشار سعد إلى تكليف هي قيادات المحافظة رؤساء القرى والمراكز بالنزول إلى أرض الواقع لتفقد الأعمال الجارية والاطمئنان على سير العمل بالمشروعات والتأكد من معدلات التنفيذ التي وصلت إليها، لافتا إلى الجهد المبذول من كافة الجهات المعنية للانتهاء منها في المواعيد المحددة طبقا للمواصفات والمعايير المقررة. يأتي ذلك فيما تفقد رئيس مركز ومدينة ساحل سليم أسامة سحيم عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تواصل وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين الكباج جولاتها الميدانية في محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ الوزارة لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وفي هذا الإطار قامت نيفين الكباج بزيارة لمحافظة الدقهلية لافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة في المحافظة، فضلا عن تفقد متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة والذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء. المجتمع المدني في المحافظه مجتمع مدني قوي بيقدم الدعم مع المحافظه، بنشتغل في مشروعات قوميه مع بعض. النهارده كنا في بصدد ان احنا نحضر اكتر من نشاط ونتطلع نتفقد انشطه كتير ونشوف ايه اوجه التعاون اللي ممكن نقدر ندعم بيها اهالينا. يمكن لسه كنت بقول النهارده استراتيجيه حقوق الانسان اللي سياده الرئيس اطلقها في سبتمبر 2021 بنشوفها النهارده بتنعكس بشكل مباشر على حياه المواطنين، بالذات احنا معنيين بحقوق المجتمع المدني وبواجباته تجاه الوطن وايضا بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. كان عندنا 3 فعاليات النهارده، الفعاليه الاولى كانت مع السيد وزير النقل الفريق كامل وزيري تدشين المرحله الثانيه من مرفق النقل الداخلي، وده المشروع الكبير اللي محافظه الدقهليه بتقوم بيه عشان المواطنين في الدقهليه يركبوا وسيله مواصلات امنه في ظل توجهات القياده السياسيه. الفعاليه الثانيه طبعا الزياره الجميله لمعالي الوزير نيفين الكباج وزير التضامن الاجتماعي بكل الفعاليات اللي علاقه بالتضامن، واحنا قعدنا عملنا لقاء هناك واتفقنا على حاجات كتير، كل التعاون ما بين المحافظه وما بين وزاره التضامن الاجتماعي والمديريه عندنا في المحافظه. الاحتفاليه الثالثه او يعني الجزئيه الثالثه تدشين وحده التضامن الاجتماعي بالجامعه مع الدكتور الجميل دكتور اشرف عباس رئيس الجامعه، والجامعه يعني للامانه مع المديريات في تضافر وتعاون مثمر لتحقيق استراتيجيه الدوله توجهات سياده الرئيس اللي هي بناء الانسان المصري، وان احنا نغير الفكره القديمه ونبدا كلنا نشتغل مع بعض ايد واحده. التناغم اللي موجود بين هيئات الدولة المختلفة وإداراتها المختلفة ووزاراتها المختلفة في المستهدف في الآخر هو المواطن المصري، وإحنا طبعا الجامعات يعني عدد طلاب في الجامعات المصرية بيفوق 3 مليون طالب، ودول في مرحلة مهمة جدا في حياتهم، وهم دول القوة يعني دلوقتي هم بيمثلوا كم كبير، وبعد كده هم دول هم اللي هيقودوا البلد، وبالتالي بنائهم بناء جيد ودايما تقديم المساعدة ليهم. أطلقت وزارة التعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة والتي تستمر حتى غد الأحد، وتهدف الاجتماعات لبحث تفاصيل مجالات التعاون بين الجانبين والقطاعات المقترح تعزيزها خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة. هذا وتتنوع مجالات التعاون محل النقاش في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والشباب والتأمينات والتعليم العالي والنقل والبترول وحماية المستهلك وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين. انطلقت عملية الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بمدارس 12 محافظة، بالإضافة لبعض المدارس الخاصة والمدارس التابعة للكنيسة في محافظتي القاهرة والجيزة. هذا وينتظم غدا ما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بباقي مدارس الجمهورية بجميع محافظات الجمهورية وكذلك بالجامعات، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية. افتتحت نقابة المهندسين منطقة ملاعب نادي نقابة المهندسين تجريبيا بالتجمع الثالث
على أرض القاهرة الجديدة، ويضم النادي ملاعب خماسية وتنس وسكواش ومناطق ألعاب للأطفال وفق أحدث النظم والمعايير بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه، بما يضمن تنفيذ خطة النقابة للارتقاء بمستوى الخدمات لأعضائها، ليعزز ذلك الأمل بنقل مقر النقابة من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، مع إضافة العديد من الخدمات التي تقدمها النقابة للمرة الأولى. على أرض القاهرة الجديدة يفتتح نادي نقابة المهندسين تجريبيا في ثوب يليق بخدمة المهندس المصري، ملاعب خماسية وتنس وسكواش ومناطق ألعاب للأطفال، وكلها أعدت وفق أحدث النظم والمعايير بتكلفة تناهز 60 مليون جنيه، وبما يضمن تنفيذ خطة النقابة للارتقاء بمستوى الخدمات لأعضائها. طبعا نقابة المهندسين بتقدم خدماتها لكل مهندسينها في مختلف المحافظات، وزي ما قلت لحضرتك النهاردة النادي ده بيعتبر متنفس كبير جدا، بالإضافة للنادي اللي موجود في نادي أبو الفدا في هذا الأمر مع نقابة المهندسين بالقاهرة. الحمد لله المرحلة الأولى والثانية خلصوا، المرحلة الثالثة بدأنا فيها، منطقة الملاعب تم افتتاحها النهاردة وحضر معالي النقيب المهندس هاني ضاحي. احنا حبينا ان نوري الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ان الحاجات اللي اعلناها يجوا يشوفوها النهاردة. هذه التطورات الإيجابية عززت الآمال في التعجيل بنقل مقر النقابة من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة، عملية انتقال ستشمل إضافة عديد من الخدمات التي ستقدمها النقابة للمرة الأولى. وإحنا كمهندسين في نقابة القاهرة مهتمين جدا بالخدمات النقابية اللي بتمس المهندسين وأسرهم، وافتتاح نادي التجمع الثالث ده إحدى الخدمات اللي بنقدمها المهندسين القاهرة، وإن شاء الله هيكون في مكان للخدمات النقابية داخل التجمع الثالث هنا، وهيكون في مبنى إداري برضو يخدم المهندسين بتوع مهندسين النقابة الفرعية القاهرة. وده طفرة إنشائية النقابة بتعملها النهاردة، ويمكن ده ماشي مع توجهات البلد. احنا شايفين في الخمس سنين الأخيرة الطفرة الإنشائية اللي موجودة في مصر هي طفرة غير مسبوقة، ما كانتش موجودة قبل كده، في ظل طبعا قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن دي كمان بتورينا قد ايه النقابة بتهتم بملف الشباب، لأن المشروعات القومية كلها بتحقق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي وقائمة على مبدأ المدن الذكية. وعلى قائمة أولويات النقابة إنجاز مرحلتين منتظرتين من التطوير بناديها بالتجمع الأول، خطة ستتكلف نحو 100 مليون جنيه، ويضعها المهندسون قيد المناقشة في هذا الاجتماع. الخدمات الموجودة يعني وظاهرة جدا جدا بالنسبة للمهندسين بالنقابة بمنطقة القاهرة الجديدة، والخدمات اللي اتعملت في الخدمات الصحية وزيادة المعاش كلها حاجات تهم المهندس. المهندس النهاردة هو العصب الأساسي في التنمية اللي مصر قائمة بيها في الوقت الحالي. كان عندنا أساسا نادي أبو الفدا، وده في الزمالك وليه طبيعة خاصة على النيل، ونادي حلوان وده بيخدم جنوب القاهرة أساسا. كان منطقة شرق القاهرة ما فيهاش نوادي أساسا، الأرض دي اتخذت تعمل فيها شغل كويس جدا، يعني فيها ملعب سكواش، فيها ملعب خماسي، فيها مبنى حفلات، في مبنى تاني اجتماعي كلاب هاوس كبير، ده بيخدم شرق القاهرة. وشرق القاهرة أساسا نقابة القاهرة أساسا فيها 230 ألف مهندس من ضمن 830 بنسبة حوالي 27%. الاجتماع شهد أيضا تكريم أبناء المتفوقين من أعضاء النقابة في لفتة تهدف إلى دعم المتميزين من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، فضلا عن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه لعام 2020. وعلى الهامش افتتح وزير الإنتاج الحربي معرضا يضم أحدث منتجات مصانع الوزارة وشركاتها، وكلها صناعة مصرية. أنا في منتهى السعادة، لأن احنا جينا هنا في انتخابات 2020، أنا منتخب في 2020، جينا استلمنا النادي ده عبارة عن سور وأرض صحراء فيهاش أي حاجة. كانت حلم بالنسبة لنا إن احنا يعني النادي ده شايفينه على ورق وشايفينه صور، حلم إن احنا نشوفه على الطبيعة. النهاردة والناس داخلة النادي أنا كنت في منتهى السعادة. افتتاح منطقة الملاعب بنادي نقابة مهندسين القاهرة الجديدة ونقل مقر النقابة من مدينة نصر إلى التجمع
أضاف المزيد من الخدمات الجديدة بالمقر الجديد. أطلقت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات جديدة لخدمة الأهالي والمواطنين في مناطق وسط سيناء، ومن المقرر أن تنطلق الأتوبيسات بواقع رحلتين يوميا كمرحلة أولى لخدمة أهالي وسط سيناء من المواطنين والعاملين بالتربية والتعليم وباقي المصالح الحكومية، وتعد تلك الخطوة نقلة غير مسبوقة في قطاع النقل لتسهيل الحركة والانتقال على أبناء سيناء، مما يدعم التنمية في وسط سيناء. طبعا يعني من دواعي الفخر والسرور ان اليوم النهارده ان شاء الله تعالى بامر الله بيتم تدشين وبدء تشغيل خطوط اتوبيسات المنحه الامريكيه لخدمه المواطن السيناوي وخصوصا منطقه وسط سيناء. طبعا كلنا عارفين ان منطقه وسط سيناء المشروع ده هو بادئ كمرحله اولى بعشر اتوبيسات خطوط كالاتي: اولا خط الحسنه العريش، خط الحسنه نمره 6، خط نخل العريش، وخط نخل النفع. هنا دول أربع أتوبيسات، دول هينطلقوا من الوسط، 2 هينطلقوا من الحسنة و2 هينطلقوا من النخل، والستة الباقيين هينطلقوا من مدينة العريش. طبعا الأتوبيسات كلها هتتحرك من نقطة الانطلاق، سواء من الحسنة هيجي العريش أو من العريش هيروح الحسنة أو نخل والعكس برضو، ومن العريش الشيخ زويد والروضة هيكون الساعة 7 ما عدا الأتوبيس اللي هو هيتحرك، لأن طبعا الأتوبيسين الأتوبيس اللي تم توفيرهم للحسنة والنخل، واحد منهم هيجي من الحسنة للعريش هيطلع الساعة 7، وواحد هيجي من نخل اللي هيبات في نخل. يعني النهاردة هنسلم أتوبيسين، أربع أتوبيسات، 2 للحسنة و2 لنخل، واحد منهم اللي هو بالنسبة للحسنة واحد هيشتغل من الحسنة للإسماعيلية معدية نمرة 6، والنخل نفس الحوار، أتوبيس هيشتغل من النخل لنفق السويس، وواحد هيتحرك من نخل هيجي العريش. والآن مشاهدينا الكرام مع جولة في الأخبار الاقتصادية ومصطفى ميزار. أهلا، شكرا سحر وشكرا ياسر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة، نتابع فيها. وجه وزير الطيران المدني محمد منار بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير مطار سفنكس الدولي، وذلك لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمسافرين وبما يضمن تقديم التسهيلات اللازمة وتحقيق الراحة والرفاهية للركاب. وخلال جولة تفقدية موسعة بالمطار، وجه الوزير بدراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مباني المطار، وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني لتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة البيئية. كما أشاد الوزير بالشكل المعماري والإنشائي لتصميم المطار الذي يمزج ما بين التراث الفرعوني والتصميم العصري. كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017 حتى عام 2022، والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور الرئيسية. هذا وقد أوضحت وزارة التعاون الدولي أن التمويلات التنموية والتي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاعين الحكومي والخاص على مدار فترة الاستراتيجية السابقة سجلت نحو 4.9 من 10 مليار يورو. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ للعام المالي 2021-2022، وذلك في إطار موصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي. يأتي ذلك بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولوية خطة التنمية المستدامة للعام المالي الحالي ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030. عقدت وزارة الموارد المائية والري والتخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021-2022. وقد شهد الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات وزارة الموارد المائية والري
لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية أو لتنفيذ مشروعات جديدة. في أسواق المعادن النفيسة تراجع سعر الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار للأوقية مع تراجع القلق في الأسواق بشأن الأزمة الأوكرانية. وعلى الصعيد المحلي سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 709 جنيهات، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 827 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 945 جنيه، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6616 جنيه. في أسواق البترول العالمية أنهت أسعار النفط تداولاتها العالمية على تفاوت مع غموض جيوسياسي بشأن الأزمة الأوكرانية وأمال في زيادة الإمدادات النفطية. وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 93 دولار و54 سنتا للبرميل، بينما صعد الخام الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل قيمته وتصل القيمة الإجمالية إلى 91 دولار و7 سنتات للبرميل. قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر قال إنه من الضروري استمرار الاستثمار في النفط والغاز الأقل كثافة من انبعاثات الكربون والأقل تكلفة في الإنتاج. كانت الإمارات العربية قد أعلنت العام الماضي عن خطة لخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050. وقالت الإمارات إنها ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة. سجلت روسيا والتي لم تفرض أي قيود تقريبا على اقتصادها منذ بداية الوباء ارتفاعا سنويا بنسبة 4.7% لإجمالي الناتج الداخلي لديها في العام 2021، وذلك بحسب تقديرات نشرتها وكالة الإحصاء روستات. وبين القطاعات التي شهدت أسرع نمو الفنادق والمطاعم والثقافة والرياضة وتجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى الإنتاج الصناعي. وفي مقابل ذلك بلغ التضخم نحو 7% مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل خاص. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة. نعود لاستكمال ما تبقى في نشرة السادسة مع الزميلين ياسر وصحر. شكرا لك مصطفى ميزار. مشاهدينا انتهت نشرة السادسة وعليكم أهم ما جاء فيها. رئيس مجلس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وتحريك المعدات لازمة لمواجهة أثار سقوط الأمطار. مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء المجالس العربية يرفع وثيقة حول رؤيته لمواجهة التحديات إلى القمة العربية القادمة في الجزائر. روسيا تتحدث عن وقوع إصابات جراء قذائف أطلقت من أوكرانيا على مقاطعة روستوف وكييف تنفي. إلى هنا تنتهي النشرة السادسة. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.